أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه إن شاء الله القصة السابعة من القصص التي وعدتكم إياها من عالم الجن وعالم السحر. هذه القصة نعطلها يعني عنوان يعني هكذا: رجل يقتل كلب أسود فتنتقم منه الجن. هذه القصة بدأت يعني بمجيء يعني واحد الإنسان، وهذا الإنسان نعرفه، تكلم لي على بنته، يعني قال لي بنتي راهي مصابة لمدة عام ونص حوالي، وراهي تنصرع، ودوك الآن عندنا قال لي واحد الشهرين وثلاثة حتى ولدها ولاو ينصرعوا، قال لي والزوج تاعها قال لي راه يشوف لي كاشي يعني كيما دوك ترونكسان إلى آخره. وهذا الإنسان على كل حال لبس به في الدين، وكان يعني مؤذن، كان يمد دروس في بعض المساجد، وكان حتى إمام في واحد يعني القرية إلى آخره. المهم أنا قلت يعني ما هي السبة يعني تاع هذه القضية؟ هل يعني جبتوا شيوخ رقات؟ قال لي نعم، قال لي أتينا بشيوخ وأتوا برقات، ولكن الأمر يعني في بعض الأحيان يهدأ لمدة 15 يوم حتى في بعض الأحيان شهر، ولكن يعاود يولي كما كان. قلت له إن شاء الله، يعني عطيتهم موعد وتفاهمنا، وقلت له لازم الزوج تاع هذه بنتك يكون تما، وإن شاء الله يعني نقوموا برقية وربي يوفقنا على الخير إن شاء الله. والحمد لله يعني كل حال جاء ذاك الموعد، مشينا لهم. والقصة اللي راح نحكيها هي القصة اللي حكاها لي هذا الزوج تاع هذه الإمرأة، هي اللي يعني عجيبة وغريبة، وتؤكد بعض المقالات لبعض العلماء والشيوخ اللي تكلموا على عالم الجن والإنس يعني في السابق، مثل جلال الدين السيوطي إلى آخره. فكبدنا يعني الجلسة، وتحكي لي القصة قبل ما يعني ما نبدأ في الرقية، والزوجة تاعو كانت يعني معنا. فوش قال لي؟ قال لي يا شيخ، قال لي أنا خطرة، قال لي كنت قاعد هنايا قدام دار، قال لي حتى شفت، قال لي هو بنا يعني ما شاء الله يعني عنده بنيان ما شاء الله، قال لي شو هذا خيال كحل، قال لي ثمثم ولا كلب ما شاء الله، قال لي ولا كلب أسود يخزر ينظر إليا، قال لي أنا حوشت مع الأولاد بيدو، قال لي ما باش ينصرف، قال لي فرفت واحد البارة تاع الحديد كان قدامي، قال لي تاع البنيان، قال لي على رأسها كان يعني بلوك تاع البيطون، قال لي رحت لعنده ضربته للراس، قال لي طاح، قال لي ثم بديت نضرب فيه الكرش والراس، قال لي حتى شفت باللي قلت ومات يعني على كل حال، قال لي ولكن انا غير لحت هذيك البارات، قال لي حكمتني واحد الحمى جامي حكمتني في حياتي، قال لي وشغل بعد بديت نرعش، قال لي دخلت للدار، قال لي خليته ثم، قال لي دخلت للدار، قال لي تكلمت للزوجه قلت لها سبحان الله، قال لها واحد الكلب دوكا، قال لها كحل، قال لها حوشت باش يروح، قال لها ضربته، قال له والله اعلم اني قتلته، قال لها مسح دوك راني مرت، قال لها مانيش كاع مليح يعني راني نترعد بالحمى الى اخره. المهم هو بقى ثم في الدار ما خرجش تمتم حوالي، قال لي قال لي ريحت في الدار ما خرجتش، قال لي واحد الساعتين ولا اكثر، قال لي وكي كنت خارج، قال لي كنت خارج باش نروح نقضي، قال لي وعنده السياره تاعو هو هذيك تويوتا ايلوكس، قال لي كنت رايح باش نقضي واحد المدينه ماشي بعيد عليهم بزاف. سبحان الله، قال لي عندما خرجت من البيت، قال لي وانا باش نهبط في لابيست، واحد لابيست باش تخرجني للطريق الكبيره هكذاك، قال لي نصيب سبحان الله، قال لي ذاك الكلب في وسط الطريق يخزر فيا، قلت كيفاش هذا ما ماتش ولا كيفاش هكذا، قال لي وانا بذاك الغضب اللي كان فيا والحمى هذيك، قال لي فرنسيت عليه ودهست، وقال لي حسيت الروده باللي عقبت عليه فوقه، قال لي هبط لتحت خصك تفرج التلفزيون ما شفتوش، قال لي هبط من السيارة خزرت شتو يعني في الأرض، شتو في الأرض هكذا، قال لي بقيت نخزر فيها هكذا شوية، قلت روح نحيه من الطريق، يعني اسمه وجا في بالو باش نحيه من الطريق يلوحوا هكذا، قال لي حتى
بدا شغل راه يتنفخ وبدا وشغل وقف، قال لي الا راسه كان يعني منحني للتحت. قال لي من بعد قال لي سبحان الله، قال لي هذه شتا باين اي ثاني، قال لي شغل طار ماشي صوطا. قال لي كان صوت الكلب يلوح رجليه، قال لي لا، قال لي واش شغل طار هكذاك وراح مور الخرش هذوك والشجور ومن بعد خفى. قال لي سبحان الله، قال لي هذه الصوره باش تروح من بالي. قال لي دوك راني عندي اكثر من عام ونص من اللي صرا، قال لي مسح ما زالت في بالي. قال لي بعد راح تقضيت وليت الى اخره. قلت له يعني انت في بالك واش الظن في هذا الكلب هذا؟ واش قال لي؟ قال لي نقول لك صح، قال لي ماشي غير انت، قال لي كاين بزاف شيوخ جاو، قال لي كاين زوج ائمه جاو، قال لي من قبلك، قال لي كاع قالوا لي باللي هذاك الكلب جن تطور في كلب اسود. قلت له هل تعلم يعني شرع الشريعه الاسلاميه واش تقول في هذه الامور يعني على قتل الحيوانات ولو حيوان حقيقي؟ يعني الشريعه تمنع قتل الحيوان هذا بدون سبب، حتى يعني يوجد يعني في 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 في, في الاثار عند العلماء يقول لك ولو تلقى يعني حنش يعني ثعبان ابيض كبير في المنزل ما تقتلوش، يعني مع الاولى لان الثعبان والحنش هذا الابيض الكبير كوبرا بلون، هذا كيقول لك فهو جن. فقل له بلتي ياسن صارف، هذه بيتي لا يحل لك ان تسكنها الى اخره، يعني بلتي ياسن ينصرف. فكذلك الحيوان سواء جن تطور او حيوان حقيقي لا يجوز قتله الا يعني بحق القتل، يعني يكون ارتكب حاجه قراب يعني الى اخره، او اذا كان من الحيوان اللي ناكله يعني نذبحوه وناكله على يعني السنه بالسنه، انك نذبحوه بالسنه بسم الله الله اكبر. ولكن قتل حيوان هكذا حتى الصيادين يعني اللي عندهم هكذا يعني ديك يصيدوا بالبندقيه لا يجوز عليه قتل، يعني قتل حيوان يعني خاطئ ماشي نصيانه ماشي تاع صيانه. يعني حتى في الحيوانات تاع الغابة إلا الخنزير، الخنزير يعني من قتله فله أجر عند الله. المهم على كل حال كي هو كان على باله، قلت له نتكلوا على ربي نديروا هذا يعني نبداو في هذه الرقية ونشوفوا واش كاين إن شاء الله ربي كشفنا الحقيقة. يعني حكى لي كاع يتكسرى مقبل مع الرقات ومع الشيوخ هذوك اللي مقبلي، يعني على كل حال درت خلاصة صغيرة. بدينا نقراو على كل حال، يعني القصة هي يعني ديجا هي بينت واش كاين، لأن الزوجة تاعو كانت تمرض ولادو ولاو ينصرعو وهو مرض بدا يعني في الحقيقة كان في حالة خطيرة، يشرب هذوك لي ترونكسان ويشرب لاغي. ف يعني تنصرع الزوجة وينصرع هو، ولكن هو شغل داخ برك باسكو راجل قوي. هي انصرعت وبديت أنا نكلم في هذاك يعني الجن اللي ساكنها. المهم يعني بعد قراءات ودعاء قال لي أنا من أسرة الكلب الذي قتله هذا زوجها. قال لي وكاع واش كان يحكي كنا نسمعوا فيه. قال لي مزيد نبين لك حاجة، هذا الجني هذا قال لي ماشي هو اللي صوت الكلب، قال لي الكلب هذاك مات، قال لي حنا اللي جينا ديناه، حنا الأسرة تاعو جينا ديناه باش ندفنوه، لأن الجن إذا قتل في صورته التي يتشكل فيها يبقى على ذيك الصورة. هذه كاينه واحد لافوتو جن مقتول في أمريكا كان تطور يعني كإنسان ولا كي اكسترا تيرست أبقى في ذيك الصورة وهو جن الذي تطور في ذيك الصورة، لأن إذا قتل الجن ويكون تشكل يبقى في ذيك الصورة، كي يموت يبقى في ذيك الصورة اللي تشكل فيها. قال إحنا اللي ديناه وباش ندفنوه وانا من اسرته. قلت نعم، قلت ولكن هو ارتكب غلطه، ما كاينش يعني من الشريعه كيفاش واش تقول في هذه الامور. ولو كلب جاء لعندك امام الدار تاعك ما تقتلوش، لان يعني حوزه بلاتي احسن يعني من الافضل، خاصه يعني الكلب الاسود اللي هما اغلبيتهم. وكان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلب اسود شيطان، هذا حديث يعني شيطان متطور او شيطان. فقال لي نعم، يعني قال لي هو ما كانش يعلم، ولكن هو قتله وحنا جينا ننتقم،
وفي الانتقام يعني في كل واحد من ولادو كاين جن راه يصرع فيهم وراه يمرض فيهم، الزوجه راهي تمرض وهو راه يمرض. ولكن الشيء يعني اللي زادوا حكاوه لي ما حكيتولكمش هو يعني المال كان ينسرق من ذلك البيت، وحتى الذهب ضاع من ذلك من تلك البيت. انا الله اعلم لا نتذكر لانني عالجت واحد 3 أو 4 قصص كما هذو، الله اعلم هذه الاسره فقدت اكثر من 30 مليون تاع الذهب. ثانيا الدراهم اللي روحوا لها يعني في كل ما تجبد باش يعني تصرف عاد يروحوا لها، مثلا يخلي لها الزوج تاعها 3 ملايين يسرقوا لها مليون، مليون ونص في مدك 700 ألف. وصلت الزوجه هذيك باش عاد تحط الدراهم في وسط المصحف ومسكينه وتربط عليهم بلاستيك. ولكن في اللحظه اللي هي تفتح اطيروا مليون، مليون ونص ويبقى لها هذاك القليل، وزوجها كان يختم بعيد على كل حال في الصحراء. المهم يعني حتى في هذه القصه هما يعني جو ينتقموا من هذاك الرجل الذي قتل واحد منهم كان في شكل كلب اسود. الحمد لله يعني تمينا الرقية واسترقيت الأولاد وعطيتهم رقية للبيت أيضا، وخذيت العهد من زود الجنون هذوك اللي كان في زوجها وكان فيها يعني، وعهدونا والله أعلم من أن يثبت دخله في الإسلام، والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا على هذا. وعطيتهم موعد قلت لهم من شهر ولا آخر إلا إذا سرق أو زاد سرق الدراهم ولا ذاك الوقت عطيت لهم رقم الهاتف قلت لهم عيطوا لي، وإلا ما صرا والو قلت لهم بعد شهر نجي نديروا رقية بحث ونشوفوا الحال كيفاش. والله الحمد لله يعني باش تشوفوا باللي الرقية الشرعية كتكون مقبولة عند ربي، وكون الإنسان عنده التمكين ويكون عنده يعني حقيقة سر ويعني سلطان من عند الله، والله يعني ربي يوفق، ربي عاد يوفقنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله لأنني بعد شهر مشيت ما لقينا والو، وتعافى والولاد ولاو الدراسة إلى آخره، والزوجة هذه كلها يعني عادية ما طيحش ما تنصرعش، والزوج هذاك حتى ذوك اللي كاشي تركهم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله وحده والفضل لله وحده. يعني الخلاصة في هذه القصة قصتها لأن كاين كثير من الناس ينكرون التطور تاع الجن في شكل يعني في حيوان ولا في طير ولا حتى في الإنسان. وهذا يعني من ينكر هذا ويكفر بهذا فهو الإيمان تاعو ناقص، وإن كان لا يؤمن بالجن هذا كافر. إذا كان إنسان ما يؤمنش بالجن وبالقدرات اللي أعطى ربي للجن فهو كافر. الجن يعني عنده السرعة في رمشتعين يروح من نيويورك، الجن يتطور في أشكال في حيوان في طائر في إنسان في حوت إلى آخره. الجن له يعني سرعة الفهم، الجن عنده طاقات وعنده قدرات وعنده إمكانيات اللي ما كاش عند الإنسان، ما يكسبهاش الإنسان. هذه من جهة، من جهة أخرى نعلم أن حتى الملائكة تتطور، يعني أغلبية الملائكة تتطور في طائر أبيض كبير أو في إنسان، وكي تتطور في إنسان يكون ذاك الإنسان جميل جدا يعني في الصفة تاعو، يسطع منه نور ولباسه يكون ما شاء الله، إذا كان يعني لباس أبيض جديد ويكون يعني نقي طاهر. هذه للملك. وزد لكم يعني لو كنت تدخلوا في الغموقات وندخلوا في الغموقات، حتى الإنس بعض الإنس من أولياء الله الصالحين المقربين لي ربي افتح عليهم الفتح الرباني، يعني كانوا يعني من أوليائه المقربين وأكرمهم بكرامات اللي هي يعني ما يعني لا يستطيع الإنسان أن يتصورها. يعني لو كان في لحظات يعني نفكروا شوية في الكرامة اللي أعطى العاصف ابن بخيرة صاحب سيدنا سليمان عليه السلام اللي أتى بعرش بلقيس من أكثر من 6000 كيلومتر من اليمن إلى يعني إلى بيت المقدس إلى القدس، يعني تشوفوا باللي يعني هذه خارقة العادة، العقل ما يقبلهاش. ثانيا يعني نعرفوا ان مثلا سيدنا الخضر كان يعلم الغيب الى اخره، والسيده مريم يعني كانت تاكل من الجنه الى اخره. المهم والكرامات يعني لو كنت تقراوا كرامات الاولياء يعني كاين كرامات اللي والله تفوت المعجزه تاع الانبياء،
يعني ولكن هذو الكرامات كانوا إلا للولي. فمنهم من الأولياء لربي يعطي له حتى التطور، يعني يتطور إلى طير أو يتطور إلى شيء آخر. ومنهم من يعني يمشي يعني المسافات بسرعة الجن، يروح من المكة في رمشتعين ويرجع. ولكن هذا الأمر يعني عند الأولياء الصالحين المقربين هذو اللي عندهم اسم الله الأعظم المخفي، يعني لا يتطورون أمام أعين الناس. واحد ثانيا، ما يفعلون هذا إلا في الخفاء، وبينهم وبين الله عز وجل فقط ممكن تشهدوا هذا، تشهد على هذا الملائكة فقط. يعني هذا يعني هذا يعني القصة يعني يعني قصيتها لكم أيضا لكي أحذر الناس على أن لا يأذوا يعني كلب أسود في النهار ولا في الليل، ولا قط أسود ولا حيوان أسود يظهر في الليل أو في النهار بدون يعني ما تكون سبة حقيقية، يعني سبة حقيقية لقتله. ثانيا، فالآذى تاع كلب أسود خاصة يعني يؤدي في أغلبية الحالات، لأنه يعني أغلبية الحالات هو الجن يتطور في الكلب الأسود وفي الحمار الأسود وفي الطير الأسود إلى آخره، فيكون انتقام. والانتقام هذا الحمد لله هذه الأصالة اللي حكيت لكم عليها سلكوا وبراو والحمد لله. ولكن يوجد من يعني إذا كان إنسان قتل واحد من الجن، فالانتقام تاع الجن عليه قدر يقتله أيضا، يقتله. لذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى في الأثار يقول لك يعني ما ترموش حاجة ثقيلة من الأفق بدون ما تذكروا اسم الله، ما تلقوش الماء سخون يعني في الآخر في مكان، ولا حتى يعني في الدوش، ولا حتى وين تغسلوا الماء هكذاك، يعني ما تلقوش ماء سخون يغلي بدون ما تقولوا بسم الله، أذكروا اسم الله عليه، لأنه لو كان يقع على الجن ويحرقوا يعني ينتقم الجن. وكذلك يعني حجرة كبيرة من الأفق تقدر تسقط على رأس جن يكون يمشي في التحت ينتقم منه يعني الوالدين تاعو والأسرة تاعو. هذا يعني حذرا يعني كاين هو راه في الآثار وفي السنة، وهذا القصة تدل على ذلك وتؤكد ذلك. يعني الإنسان يحذر أن يأذي حيوان خاصة الحيوان الأسود في الليل أو في النهار، وحتى بالسيارة تاعو إذا كان شاف كلب في الطريق أسود يعني يوخر عليه ما يقتلوش من الأفضل. وهذا يعني لكي يجتنب هذا يعني الانعكاسات الخطيرة عليه وعلى أسرته. وهذه هي يعني القصة السابعة، وإلى قصة أخرى إن شاء الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.